العيلة ايه في حياة راغب علامة؟ انت كنت بتحتفل بعيد جوازك من صح، قريب، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يديم عليكم الحب دايما ميرسي والصحة والسعادة. ميرسي. براغب علامة جوه العيلة عامل ازاي؟ واحنا بنشوفك دايما على مواقع التواصل الاجتماعي داعم كبير لعيلتك. يعني العيلة هي نعمة من رب العالمين، وأنا بحافظ على النعمة دي. وطبعا أنت بتعرف الفنانين يعني معروف عنهم كتر الازواج، لأنه حياتهم كده بتتقلب. لكن أنا يعني حافظت على الموضوع. وطبعا جيهان ليها فضل على استمرار الحياة الزوجية ومحبتي لشبابي. ما عادوش بقى بقول عيالي، بقول شباب ما شاء الله. حبي ليهم برضو يعني خلى هذا التماسك، وأنا سعيد جدا إنه كونت هذه العيلة وبقوا أصحابي، ما بقوش عيالي. خالد صاحبي، لؤي صاحبي، وما شاء الله اتنين الاتنين بقوا مطلوبين عالميا، يعني بالموديلينج وبال كمؤثرين انفلونسرز، وكل واحد عنده حياته وبنتشارك الأفكار الآراء كده، عايشين مع بعض.